إن الجزائر اليوم على أتم الاستعداد لتولي العهدة المنوطة بها في مجلس الأمن، ملتزمة تمام الالتزام بالتنسيق والتعاون والتضامن مع أشقائها الأفارقة، ومتمسكة تمام التمسك بالنهج القويم الذي أرساه مسار وهران الخالص والمخلص لوجه إفريقيا والراسخ والمترسخ في القيم والمبادئ الإفريقية والفريد والمتفرد بمقاصده وأهدافه ومراميه. مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة، فإن الجزائر تتطلع بكل صدق وبكل إخلاص وبكل أمانة لرد جميل القارة الإفريقية التي تبنت ترشيحها لهذا المنصب الهام، وأحطته بكافة سبل الدعم والعناية في جميع محطاته ومراحله الحاسمة. فرد الجميل دين، والوفاء بالالتزام فرض، وصون الأمانة عهد، واستحقاق الثقة وجه من أوجه الإخلاص لما يخدم أحسن خدمة وأرقاها حاضر ومستقبل قارتنا.